حديث الانتاج في اليوم في مضاعفات الضغط العام سالب 20 ملي جرام. فلما انت محتاجه فعلا لو كنت ذكر 6 من 10 ملي جرام اليوم. بديل ان عندها حايب بعوض الدم تتقله 7.1 من 10 يعني ضعف كده. اكثر عرضه للاصابه بالايرن ديفيشن. طيب موجود ازاي الحديد؟ كل ده صراع 70% من الحديد في الهيمبلوبين. يعني معظم الحديد في الهيمبلوبين عشان كده دم احمر يعني كده اي حاجه حمراء عشان فيها حديد. ايه اللي نام ايه اللي نام يا شباب؟ عشان الفاصل فيها مايكروبين فيها حير احمر. ده كل حاجه فيها حديد حمر. تلاقي ايه؟ حديد احمر. مش كده؟ طبعا فعلا ده مش بنهزر. يعني الجبال عند اسوان دي لونها احمر عشان كده فيها حديد. حديد هو اللي بيدي لون الاحمر. فما يسالك الجبال دي احمر عشان الحديد. العضله ليه بتروح للجبال تقول فيني حته لعبه حمرا؟ هي ليه حمرا؟ عشان فيها حديد. الكابل لونه احمر عشان هو مخزن الحديد بيخزن 27%. في بعض الكتب بيكون 26 1% انزايم عشان بقى في الاعداد الثانيه 26 27 ده كله ده من الثانيه. نيجي بقى ايرن ابزوربشن ترانسبورت اند ستورج. سؤال نظري مهم دلوقتي. معظم الحديد اللي بناخده في الاكل بيبقى في الرجل ثلاثة من قبل الصلاة. نمرة اتنين مش دايما. استنى كده شوف مين هيتذكر الجملة دي. أي حاجة دوب تنفصل، لا تدوب لا تنفصل. صوليبل ابزوربل. إن صوليبل نوت ابزوربل. فالسؤال مين يلوم الحديد؟ هل لو حطيته في مية دوب؟ لا عاوز هند قوي جدا هند كرة أسد. اقول لك شوف واحد مين يدوب الحديد؟ ميه حطينا فيها حديد في ميه عندها هدوب؟ لازم حمض قوي. فعشان كده الاس ال اللي بيدوب الحديد. بعد عمره ما هنفصل الفرق يبقى لازم نحوله الى فيرس. ده بوصله فيتامين سي. ليه محتاجين فيتامين سي؟ لما كام حاجه عاوزها من المعده عشان تفصل الحديد. اثنين عاوز الاس ال يدوب الحديد. فلازم تحوله الى فيروس بوصفه فيتامين سي. طيب نيجي الامتصاص بقى. الامتصاص بتاع الحديد بيتم بص منين؟ من ابر بارت اوف سمول انتستين اللي هو الجينوم. ده سؤال ام اس كيو. عكس الفيتوال. الفيتوال بتاعت اخر حته كانت الدور كبير. طب ليه من ابر بارت عاوز نفسها؟ احنا بنجيب هنا الحضارات قامت انتما الماده الناس الميه لازم الحياه. شافوا فين الميه وقعدوا جنبها. يعني كل واحد بيدور على الحاجه اللي عاوزها يقعد جنبها. طب الحديد عاوز ايه؟ الجهاز مين اعرف حته في سمول تيست في الجهاز؟ ابر بارت سمول تيست. مش وارد هو بيبقى من ابر بارت اوف سمول تيست. على فكره الرسومات موجوده صح. ابر بارت اوف سمول تيست. عليك عشان مبتدئين اتش ال. لما تبقى فاهم هما بنسى من الامتحان وعاوز اتش ال يبقى لازم من اقرب حته لاتش ال يبقى من اقرب فات اوف تمام. وبعدين بينطبق بقى الاكتف بروسس. بص بقى الرسمه دي. ده الفاينل سيل.
and spinal cell في الخلية بتاع الانتستين وقال لي الانتستين الناحة التانية انا مفصل ما فيها فيه في الضغط مرسومة رسمة دي صنطة بس رسمة عشان تتابع معايا حديد محتاج عشان ينفص كاريار هنا بروتين وينفص اكتفلي باسفلي غلط في الانتستين كارير هنا خطير جدا اللي بيمتص ده الوحيد اللي يفتح وزيسه وانت عاوز كارير عن اليومينال بوردر هنا فيه اليومين اللي هو التبويب فيسموا ده اليومينال بوردر اللي ناحية الضغط يسموه فيه البوردر فانت عاوز كارير هنا عاوز كارير هنا يبقى عشان تنفص من اليومين للخلية عاوز كارير من خلية الضغط عاوز مين المهم هو ده المهم هو ده اللي في الامتحان هو المهم هو اللي في مشكله بيحصل في الكليه فاسمه بايفالنت ميتال ترانسبورتر قلت لك في الانجلش تقراها بالعكس يبقى ترانسبورتر ناقح يشيل المعادن ميتال يعني ايه بقى كده؟ ثنائي التكافؤ عشان كده كان لازم نحوله من ده الى ده فهمت ليه؟ عند الكاريال ما بيشيلش غير ال بايفالنت ما بيشيلش ال شيل ثيرابيست فكان لازم نعمل عندنا دي بوصف فيتامين سي هما الطريقه هي بس كده الحديد لا ينطبق عليه المثل ذات الخير خليه يعني لو خدت حديد اكثر من اللي عاوزه هتموت هيتربط في الانسجه بصوره هيموزيدرين ويجيب لك فرض اسمه هيموزيدروزيس ويتوفق الله هنجيه واحد كويس تشويه كده من الحديد يترص في الأنسجة معظم كده فانت ولد من العشرين جرام اللي تاكلهم تاخد ستة من عشرة بس انت بنت من العشرين جرام اللي انت فيهم تاخدي واحد واثنين من عشرة طب اللي مش عاوز اعمل ايه؟ اسيبه متحد مع البروتين في السباينال سيل في طول السبيريتين انا عندكم اي ان يعني ايه؟ بروتين فالسبيريتين يبقى عبارة عن حديد متحد بيه بروتين طب بتاع البيتا بيتا صوت لا تخبطش اسمه كريتين اللي هتسيبه في الانسبايرال سيل ده ينطبق عليه ودين عبد الحليم حافظ مفقود يا ولا دي مفقود ليه؟ ان الانسبايرال سيل دي كل تصرف عشان تقع ونعمل غيرها بيحصلها شيء الاكل وانت بتاكل بيقشر الانسبايرال ميكودا وينزلها فاللي سكته في الانتصار اللي كله ده بقى اتفقل واحنا عاوزين نفعله لان لو انتصيت حديد مش عاوزه هيتنقص في الانسجة يموتك لا ينطبق عليه مثلا جات الخير خير ومرض الهيموزيدروزيس اللي هو ان ده صحيح زيادة بسبب خلل في هذا السيستم البروتين اللي هو يمسك الحديد الزيادة عشان خاطر ينزل مع الانتصار الثاني خدت اللي انا عاوزه لو انا هتاخد كام؟ هل بعيد عشان يكون 1-6-1 دخل الدم يتشال على بيتا جلوبين يتشال على ودي احد اضاءة البيتا جلوبين اسمه ترانس فرين اسمه ايه؟ ترانس فرين طب ممكن تخلي بس امبارح في بعد كده هنخلي الكروي بره عشان الناس ما تبوظش بس يعني الناس اللي فاتت تخلي عندك كل مكان واحد عاوز وخليهم بره كم واحد عاوز الكروي ده كله مالك دكتور وائل طيب انا عايز لا اسالش عشان خاطر ان احنا بعد كده قاعد شويه بس عندي اسنافه عشان على المهم بصوا يا حبيبي بس ما تلخبطوش ده ليه فيريتين اذا مش بيتا جلوب اللي يشيل حديد اسمه ترانس فيرين ما فيهاش تي انا ما قلتلكش وما خدتش بالك ساعات بتبقى ترانسفرين. ايه بقى في الترانسفرين ده معلومة مهمة جدا. مش عايز ماشي على الطريقة الكلية عشان صعبة جدا. بحب الطريقة دي. كانت العلامة دي علامة ايه دي؟ يعني علامة ايه معناها ايه اللي هيحصل؟ هتقول الترانسفرين ده قال لك اوعى تشبعني اكثر من 35% من الحديد.
فالرقم ده اللي حاطه صعب. الساتوريتد كام في المية بس؟ 35%. قال لك لو شايلتني اكتر من 35% الزياده مش هقدر اشيلها، هرميها لك بالسوفت تيشو الانسجه تتكثف بصوره هيميزيدريك تبوظ الانسجه من مرض اسمه هيميزيدروز او برونزن باديت، بيترسب في الجلد يخلي لونه زي البرونز، وفي البنكرياس يبوظه يدي داديت. واكشلي بس معلش الكلام ده، هو بيترسب في القلب يبوظه وفي المخ وفي الفيسك يبوظها في لون حته، بس يعني الزميل فاضل كاتب برونز داديت بس هو بيترسب في كل الانسجه. مرض مميت هيميزيدروز. ففينا فين الرقم؟ شوف مش هتنساه اهو، كل بقى اشرح ثانيه في الكليه عشان تفتكرها في الامتحان. الترانسفيرين قال لك اسمع اوعى تصنع وتكون لمبص على الزياده، لو شايفتني اكثر من 35% سابريشن هرمي لك الزياده دي بصوره هيميجيدريت اللي مرض اسمه هيموجيدروزس وهتبوظ. الخطوه الاخيره ان احنا نستور اكبر مخزن لبر برضه مع بروتين في صوره فيريتين. يبقى خد بالك في كام نوع من الفيريتين دلوقتي؟ اثنين. اللي في الليفر ده موجود، ده مش عارف ايه، انما ده مفقود. يبقى الفيريتين اللي حطيته في الانتستن انسان السيل انت عارضه عشان تفقده، مش انسان السيل دي هيحصل لها شيء، ده مش عارضه. اللي عاوز يشده في الليفر بصوره فيريتين برضه. وقلت لكن الليفر يصنع شيئين ويخزن شيئين. دي بوينت والحديد اهو. ادي الخطوات بتاعتي. يبقى تعالوا نقولها تاني. أول خطوة في الاستومك تبقى منظم تفكيرك، ثاني خطوة في الأبر بارت أوف الانتستين، ثالث خطوة في البلاد، رابع خطوة في المخالي. بس الكلام منظم. في المعدة معظم الحديد اللي في الأكل ثلاثي في الرجل، مش هنفصل ما بين مش دايب وإنك فرق. مين يدور الحديد؟ الحديد ومين يختبره؟ باكل ربع الثاني. هتضطر في اي حته في الجسم توضح لنا حسب بعض اكتف ولا انفاسف؟ اكتف باستخدام كارير هنا وكارير هنا. مين اللي مهم؟ دايفيلنس. ده اللي كان بعينك ينفع وانتوا بكره، لان هو دايفيلنس بيتا ترانسبورت. ولا ينطبق عليه جهاز الخلفيه، مش عاوز يسيبه مع بروتين في صوره فيريتين. فاهم يحصل ايه؟ شيري هيدي مع السنسل. اللي عاوز ياخده خطوه ثالثه في البلاد هنشيله على بيتا جلوبل، قلناها كان ليه وضعها في البيتا جلوبل. طب يا ريتنا ليه عم بقيت طلب؟ المهم هيكتبوا الجاما، بس احنا هنكتب الالفا والبيتا وال جاما في صوره ترانسفيرين. ترانسفيرين في اهم رقم هنا 35% ان شاء الله. بعد كده تختلف في الجيول. قلنا لو نقص البي 12 والفوليك اسيد مش هيبقى عندك دي ان ايه، الخلايا مش هيحصل لها اه لازم تدوس على الدي، ما دام مفيش دي ان ايه مش هيحصل خلية دي فيجن. فبتبقى الخلايا في حالة نقص البي 12 والفوليك اسيد ماكرو سيجنال، خلية كبيرة. انما الحديد لو مفيش حديد دي حديد يعني ما فيش نيمبروف أكثر دفاع، نبض طفولي، كرة القدم منفوخة هواء، كرة الدم منفوخة هيموجلوبين، إذا مفيش هيموجلوبين تبقى مش منفوخة هواء، وعليها تبقى أصغر حجما مايكروسيتيك وأفقر في الهيموجلوبين هايبوكروميك، يعني فقيرة في الصبغة، الصبغة هي الهيموجلوبين. يعني أنت مملوء على الدم على الجاكيت بتاعك هيبقى أحمر. عشان كده ممكن اعتبار هيموجلوبين صبغه، بنقول هايبوكروميك يعني الصبغه اللي هي الهيموجلوبين القليل. يبقى علمتها الاجيال اهو، يبقى الحديد نقيض البي 12. ان الحديد ينفصل الابر بارت اوف الفورستل البي 12 اخر حته مش ايليا اللور ايليا. الحديد الكرمة مفيش هين يعني حديد، يبقى مفيش هيموجلوبين. صح؟ يبقى الكرة الصغيرة مايكرو هايبوكرات. انما الثانية مفيش هين لانه هو بجد ما حصلش فيها اسمها ثاني. دي فيجن. يبقى الكرة تقعد كبيرة تبقى ماكرو. ده سؤال مرة مهم. نيجي الانيميا بقى. انيميا باي ديفينيشن
يعني ده من اهم موضوعات الطب the pre-RBC count for hemoglobin content خلاص هو لازم يهو مع بعض يعني لازم لما فيش عينة من ناصين RBC count and hemoglobin content اما لو كلام حلو قوي العامل يتكلم جاي من ده انت تكون في عينة لازم الهيموجلوبين ينقص عن الرقم المفروض يتكلم نص القهر في ارقام حدادة مش اي نقص في الهيموجلوبين هنقول يا هتعمل يا وجه نيجي الطايف في الكل انيميا مهم واسأل واحد من هذا الاسئله الانيميا ثلاثة انواع يا ابني هتقولي بشاور مصادر الحديد يا شباب جاي المصدرين يا اما من الاكل اما في مصدر ثاني جاي من الديت سايتين خلاص اللي هو بالتكفير ار بي سي حتى عشان كده قلنا ان الانفنت لو طفل فاكرين بيبقى عنده عدد اكبر من ار بي سي عشان هو ما ياكلش ده من امه بقيه الحديد فربنا عوضه من ان هو اتولد عنده ار بي سي ومفرد كتير وده عنده ديفرنت كارير يشيل الحديد بس الكارير المهم هو مين؟ اللي هو طيب بينا بيتالي ترانسبورت طيب بص بقى بنقسم الانيميا الى ثلاث انواع حسب السايز بتاع الفورم مش كده الاعداد ما بتبقى مهم قوي كاتب هدف بخط كبير خد بالك كام نوع ثلاثه يا مايكروسيتيك يعني الكره اصغر حجما يا نورموسيتيك يعني حجمها طبيعي يا اما ماكروسيتيك حجمها كبير. الأنيميا لها ثلاثة أنواع أو سبع أسباب. نيجي الماكروسيتيك. قلنا هي ليه كبيرة عاوز أسباب عشان ما حصلهاش إيه؟ عشان ما فيش إيه؟ دي نيجي عشان تعمله يبقى اسمها 12 أو 12. أنت قلنا ليه اتغيرها عشان ما فيهاش هيموجلوبين صح؟ عشان كده مش منفوقة كويس يبقى برضه السببين هيم يعني نقص في الحديد طب النقص في الجلوبين يحصل امتى في مرض اسمه الثلاسيميا يبقى في ديفكت في الجين اللي بيعمل الجلوبين حلو حتى الجين ديفكت ايه؟ الجين بتاع الجلوبين بيسموها الثلاسيميا ثلاث بلغة يعني بحر لأن الأنيميا دي منتشرة حوالين بحر غضب المتوسط ساوث اوف يوروب جنوب اوروبا ونورث اوف افريقيا حوالين حوض البحر اكثر عدد من المرضى موجودين هنا في العالم عندهم ثلاسيميا بيسموها الثلاسيميا الناس دول عندهم نورمال هيموجلوبين ايه عادي خالص بس كميته ايه قليله بسبب ان عندهم في فكره الايه؟ الجين بتعمل ايه؟ فعملنا اربع اسباب يمكن تنتج عن طريق ده نيجي طريق النورموسيتيك الانيميا اللي هي الكرة طبيعية وبتحتوي كمية الهيموجلوبين الطبيعية ومش عاوز غلاوة ما ليه العين عنده انيميا؟ من هذه الكرات الطبيعية على ده الكرة الواحدة حجمها طبيعي ومحتواها الهيموجلوبين الطبيعي بس بدل ما عندي 5 مليون عندي 3 مليون كل واحدة طبيعية 3 مليون طب ايه اللي ينقص الكرات الطبيعيه؟ فكر بشوف ذكي برضه. يا اما التكوين قليل يا اما الفقدان كتير. هيسبلاين دي بحر. تكوين قليل خدناها اللي هو الابلاستيك انيميا. والالفاظ صعبه بس هنعمل حاجه غلط بينهم ما تتعملش في اللونج بوت. بس عشان تفهموها. معانا ليلو زفيمر طبعا ليلو زفيمر اكسبشن بتعمل يبقى ابلاستيك انيميا او سكر.
تفقد خارج الجسم او داخل الجسم. فالتكوين قليل للفقدان خارج الجسم بقى زي انا دلوقتي عملت لا قدر الله حادثه وبقت بيتل فجاي يعني اكيوت هيموريج. فين الكلمه المهمه هنا؟ مش هنا اكيوت ليه؟ لان الهيموريج الكرونيك لو انا كل يوم بفقد الدم مش هلحق حديد على الكميات اللي بفقدها هيجيني مايكروسيتيك. يبقى النزيف المزمن يجيب لي مايكروسيتيك، انما الاكيوت هيموريج يجيب لي نورموسيتيك. يبقى ده اكيوت هيموريج او هيموريج يعني تفقد جوه الجسم مش بره الجسم، هنا تفقد خارج الجسم هتموت هيموريج، انما الهيموريسيس بتفقد داخل الجسم. في تمارين للهيموريسيس، يا اما العين في الكوره نفسها الكوره القابله للتكسير زي العين، يا اما العين في الهيموجلوبين اللي بدل ما فيها الهيموجلوبين دي فيها الهيموجلوبين اس اللي هو بتاع السيكل سيل انيميا البنجاليه. ده البنجل، عارف البنجل اللي هو بيشيل بيه الحشيش ده ايد البنجل ماليش دعوه بيه، هو شكلها زي البنجل نفسه. لو طفل عنده انيميا بنجليه خلاص لو بصيت تحت الميكروسكوب تلاقي شكل الار بي سي نورمال. ها؟ نورمال. في ناس سامعه وفي ناس مش سامعه، تلاقيها كومبليتلي نورمال. امال ليه سموها انيميا بنجليه؟ عند تعرضها لنقص الاكسجين، لو الطفل ده جري واستهلك اكسجين كتير الاكسجين نقص عنده او طلع فاير في البيوت اللي ممكن يترسب والاكسجين تاخد الشكل المنجلي. الشكل المنجلي ده لا يحدث غير في حاله نقص الاكسجين، وده هيموجلوبين اب نورمال. سؤال في الشكل، ايه الفرق بين سيكل سيل انيميا والثلاسيميا؟ الثلاسيميا الهيموجلوبين ايه نورمال بس كميته قليله، انما تيجي تبقى ليها الهيموجلوبين اب نورمال وهنطلب الام. ثاني عيب مش في الهيموجلوبين، يبقى في الممبرين. احنا قلنا مفروض الار بي سي يبقى شكلها واي ايه؟ كونكيف. لا هي بتبقى دوار، هي لما بتبقى واي كونكيف لو تشرب ميه بتتدور. طب لو اوريدي مدوره وشربت ميه بيسموها سفيرو، سفيرو يعني كوره، سفيرو سايتوس. المفروض لما تشرب ميه ترمي الميه دي بره. مساعدة انزايم اسمه جلوكوز فيتوسفيت ديابروجينيز. لو الانزايم ده مش موجود اي ميه تدخل في 10% تتدلع بره. يبقى هنا العيب في الكوره نفسها. اما في الهيموجلوبين، الهيموجلوبين اف، يا اما في الممبرين شكله مدور مش بايكون كيك، يا اما في الانزايم اللي بيجي المصر. لكن ممكن العيب يبقى اكسترنسك، يعني احنا كلنا زي الفل اهو. حاجه من بره جت كسرت الار بي سي. فما هي العاده العظام فالاسئله اي بي سي دي، اي بي سي دي، ايه انتي بودي؟ لو نقلت لي دم خطا الانتي بودي هتكسر الار بي سي. دي بكتيريا توكسنز، في بعض سموم البكتيريا تكسر. سي كيميكال بويزن، سم الثعبان. ليه بيموت لما يوصل ثعبان مميت؟ لانه سم الثعبان بيكسر ار بي سي. دي دراج بعض الادويه بتكسر ار بي سي. الدنيا سبع عجائب والانيميا سبع عجائب. اثنين للمايكرو، ده من اهم المواضيع في العمل والنظر والشفه وكله. اثنين للماكرو وثلاثه للنون. لفالج ذاتي مفيش اي مجهود في حفظهم. هي ليه كبيره؟ اسمع منكم عشان ما حصلش دي فيجن. وليه ما حصلش دي فيجن؟ في دي ان ايه. وليه ما في دي ان ايه؟ عشان ما فيش دي كويس وفالج اسف صح؟ طيب ليه اتغيرت؟ عشان ما فيش دي بابل. طب اللي بابل مقسمه روح الكلمتين، ما فيش دي ما فيش حديد، ما فيش ايه؟ يبقى تروبين يبقى ثلاثين. اما ليه بتبقى نورمال؟ بثلاث اسباب، يا ما بتتعملش يا بتفقد بره يا بتتكسر جوه. ما بتتعملش بطلت خليج، تفقد بره ما بتتكسر جوه. تتكسر جوه يبقى ايموسيس ده فيرسيك ديفكت او سيرسيك ديفكت. هحط لك كورس عشان اقعد اقرا شويه معاكم اسباب. في كورس كل
كل واحدة من دي لوحدها سؤال. أنا شرحت دلوقتي مين النور هو صح كده كان باب نور في الباب الفايف اثنين لهيب ليه اير كفلسطيني اللي هو بروجين. فعاوزك تخطط الجميل جنب نمرة واحد اكتب الهيب عشان تعرف تعمل تفكيرها. لا في حيث الشيء الشمال شيمان جنب نمرة واحد شمال اير فيجن اكتب هيب وجنب التلسطيني يا تحت اثنين اكتب لي بروجين. فانت ازاي هتفتكر يا ليه غيرها عشان مهمة تنفوخ هيفوكر يا اما مفيش هيب هيب يا اما مفيش بروبين. نخلص من الثلاثيني هنا تفكت فين؟ نقرأ معايا في الجين اللي بيعمل ايه؟ وقت كمان الثلاث قطر يعني مصارة غير انها صهارة كتاب نذكر مع بعض وقولك ازاي تنذكر؟ انا نذكر بنفهم بعض تفكت في الجين بتاع ايه؟ تيجي العديد ايه اللي نقطع عديد؟ انا مش مذاكر افكر بينا سهل حديد جاي سلعة supply and demand يا ما باكلش حديد يا ما بمتصش حديد ده السبوع قليل اكل قليل او الامتصاص قليل او محتاج كتير في الريكوايرمنت كتير. انا عاوزك تتعلم تفكر مش ناس تبقى حاطط هل الحديد ليه ناقص؟ ما باكلوش ما بمتصوش او محتاج كتير ما باكلوش ما باكلوش اللي مش لاقي مجاعه لا اصلا فرش او لا هاكل بس ما بحبش الطماطم والسبانخ والكبده اللي الحاجات دي كلها حديد يبقى لها تغذيه سموها مال نيوتريشن. مال يعني سوء في بعض المعلومات العامه زمان اكثر مرض انفكشن بيموت في العالم هو الملاهي. لازم تبقى عارف المعلومه دي فكان بضربه 1 مليون الملاهي دي تيجي من ارض البعوض صح؟ الذي يتكاثر عند المستنقعات يعني البعوض لو روحت افريقيا في مستنقعات بينك بقى وريحه وحشه البعوض كتير يرمك يجيب الملاهي. هم زمان ما كانوش يعرفوا ان البعوض هو اللي جاب ملاهي ما افتكروا ايه؟ مطلوع عند المستنقعات الهواء ريحته وحشه قوي الهواء ما نكده فانت ما تشم هواء وحش ترجع تنتعش ملاهي. هو مش الهواء هو القصد ايه؟ ناموس. عشان كده سموها مال اير ملاليا ضغط في الكلمه دي سموها ملاليا مال اير يعني هواء فاش. اتعلمت حاجه وتعلمت حاجه دي اكثر مرض معدي بيحصل ارواح الناس ملاليا دول والاسم ملاليا جه منين؟ مال اير. فمال نيوتريشن يعني تغذيه صحيحه لا اكل معاها فلوس بس ما باكلش حاجه الأولاني مش لأكل خالص. الثالث مرغم أخاك العمر أخوك البيبي بيت صادق الرابع ولبن الأم مرتين ثلاثة عديد اتفقنا عليه يبقى ده ديكريز انتيك. نيجي ديكريز أدوكشن المعدة محتاجتها عشان فيها اكس ال بيدوي الحديد وفيها فيتامين سي. واحد شال المعدة جاله كانسر وشال المعدة فار شال كانسر يتصل في حتى الجزء الأبر بار بأي مرض في الجزء في الأبر بار يتصل أو السيرت انتيك أوف فايتك أسيد أو أوكزاليت أو فوسفيت. فايتك أسيد يتيب في كده الرابة الرابة اللي بتاعت العيش البلدي العيش العيش نوعين عيش أبيض الشامي أو اللي هو الفينو لا كبير الحاجات دي ده ما كنتش أبدا العيش بتاع الكباب بقى العزبان في الكباب ما يقولش بعيش فيه عيش البلدي اللي هو عباره عن ايه؟ ان حبه القمح بينحروها في القشره مع الحبه فمليان رده، الرده دي فايتك اسيد بص في الحديد. يبقى لا تكسر من قبل عيش البلدي ان ده بيرص الحديد مش هيخليه يتبص. الاوكسالات والفوسفيت دول موجودين في الطماطم والمانجا كتير قوي قوي. يرصوا الحديد يمنعوا امتصاصه. او نقص فيتامين اشمعنى بيعمل ايه فيتامين سي ده؟ بيحول نيجي يبقى كده واحد واثنين خدهم لي مع بعض واكتب لي جنبيهم سبلاي. فالكتاب بيشرحوا فكره واحده ان السبلاي قليل يا ما باكلش يا ما بطلش. فلقينا دي فكره مختلفه اكتب لي جنبيها احتياج ريكوايرمنت. ليه نقص الحديد في الاحتياج كتير؟ يا اما الاحتياج ده فيسيولوجي كتير يا اما الاحتياج باثولوجي مرضي.
ايه اكتر فضلتين في حياتك تهتم وفيها بسرعه جدا انت عاوز تبان حديث فيها وانت راضيع؟ الانفنت بتقول لي الورش عن 3 كيلو معلش معلوماتي مش بسيطه. بعد سنه اوزنك 12 كيلو، دي السنه الوحيده في الحاله اللي هتضاعف وزنك كم مره؟ فبتحتاج كمان حديد رهيبه بنزلت 4 مرات. الطريق دي خد بالك الانفنت تتحط في الاستتين السبلاي بلاي ده بتقوم مش حديد وهو محتاج كتير لانه يعني عشان كده ربنا عوضه بانه خلاه يتولد بعدد ضخم من الاوكسجين لان مصدر الحديد حاجتين الاكل او الريح. طيب تاني فتره محتاج فيها كتير وانت باهر فجاه كنت صغير كده وفي البلوغ فقط بلوغ ولد او بنت النمو بقى سريع. طيب تعالوا نحكي البنات، البنات اكثر عرضه لان احتياجهم اكثر ضعف الميل بدل 6 من 10 1.2 ملي جرام بسبب الحي. ده مش اي فتره، البنات في فتره الخصوبه يعني اول ما تبدو لحد ما يجي لها سن يعني غير كده لا ده مش حي. احتياجات باثولوجيه بقى، ان واحد عنده قرينا بقى كرونيك ميني كرونيك مش اكيوت كل يوم ياكل شويه دم كل يوم شويه دم مش هيلحق عليهم حديد. مين الناس اللي بتنزل دم كتير اللي هم عندهم بليدنج فايلز بروتيل عندهم تضخم في الاورده اللي حوالين الشرج فكل يوم هو في التواليت الاكل يعور الاورده دي ينزل شويه دم يقول لك عندي بروتيل. الناس اللي عندهم بليدنج بنتك الفا قرحه معديه بتنزل بس نجيب مش شايفه جوه واشهر حاجه في الاسرينا العزيزه الانجلستوما اللي بسميها مصاص الدماغ الدوله اللي بتتغذى كل يوم على نص سم دم او في المتوسط معلومات عامه اللي عنده انجلستوما اللي عنده كام دوله في المتوسط 100 يبقى كل يوم 50 سم دم رايحين لميدان انجلستوما. او بنت عندها الحيض ضخم او في بنات جايه الحيض معقول في بنت تحسها الحيض عندها نتيج جامد اكسسيف منستريشن خد بالكم انا مش حافظهم انا بقيتهم معاكم حديث ناقص يا السبلاي قليل يا الديماند يا السبلاي قليل يا الانتيك قليل وحتى في ما باكلش خالص بره باكل اكل مش حديد مال نيوتريشن ما اقصديش غير الرابعه اني رضيع ما فيش لا مش حديد الابزوربشن قليل يا البوظان ما فيش معده يا الابر بطن تكون تيست باي ده في حاجات بتقص بالحديد الاوكسيليت والبروسيت والمانجا والطماطم والفايتنج اسيد بتاع الراس العيش البلدي صح او مفيش فايتنج كتير الاحتياج كتير احتياج فيسيولوجي انا بعمل بسرعه انا انفنت وانا بالغ وعاوز البنت في فتره الخصوبة احتياج باثولوجي اي مرض بشد الدمهم كلهم ادي مثال اي مرض فيه كوري انت فاهم انا بعلمك ايه تخترع فيسيولوجي يعني تفكر هي ليه الكره صغيره عشان مش منفوخه دي مبلغ الكلمه مقسمه روح اتنين دي جلوبين مفيش دي من عناصر ليه؟ حديد جلوبين مين المرض اللي فيه ديفكت في الجين بتاع جلوبين؟ طب هي ليه كوره كبيره؟ عشان ما حصلهاش دي فيجن عشان مفيش دي ان ايه عشان مفيش انتوا قصدت ان ده انا مش جاي اقرا معانا جاي اعلمكم ازاي نفكر الانسان تينكر اند ايماجن لو فقدنا الاعلام قدر على التخيل وعلى التفكير يبقى احنا بقى يبقى بنحفظ يبقى احنا دوائر وميه يحوم البيت وليب وزيت البيت وزيت فاهم الاخر يعملها تغيروا ملامح الطريق يمشي على الارض. انت ازاي تفكر؟ ليه كبيره؟ ليه صغيره؟ ليه باب نورمال؟ يا ما بيتقلوش البلاستيك يا ابو فوق بره الجسم عندكم تهبط جوه الجسم يا مونس ايه اللي خلى يحصل يا مونس؟ يعني ايه في الكوره ايه جاي لها بره؟ الاي بي تي دي انتي بوديز بكتيريا توكسينز كيميكال بويزنز وساعدك في حاجات تحفظ بيها درجز الايدز نفسه الار بي سي يا ممبر بايز يا ما فيش انزايم يا اما نوع الهيموجلوبين بايز الهيموجلوبين او الممبر شكلها دايره بدل فايكوب بي او الممبر اللي بيرمي الانزايم اللي بيرمي الشر ما تقرا بهذا الكونسيبت تلاقي كميات كبيره بتتحفظ بسهوله دي طريقه بتفكر بيها. طيب ماشي عاوز كلام خالص diagnosis of type of anemia. احنا قلنا في كام نوع من الانيميا في الدنيا مرسومه اصلا حتى في الانيميا حتى الغرف الحجم ده مش بنشوف ده بنحسبه بالحساب. فلما انت قالك ازاي شخص الانيميا
بالحساب يحصل ثلاث مسائل مهمة جدا في الـ MCQ وزي عملي وقال كيف ممكن تجيب لكم مسألة كيف نعمل لكم تاني فأنا عاوزك بنحسب المين كورباسكولار هيموجلوبين والمين كورباسكولار فوليوم والمين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن يعني ايه مين كورباسكولار؟ يعني متوسط ما يخص الكرة مين يعني متوسط؟ متوسط الوحش الكرة بطريقة أفضلية عشان تتكلم دي مصر حاجة اسمها رايو ستيل عارف كده؟ دي عقلية مشهورة مين مين يقتل صحبتك مين يلمع جسمتك آي تفكرين احنا بليل فلما يسألك ازاي تشخص سأليني عاوزك تغنين الأغنية دي مين كم مين مين انا مش عاوزك تركز في دي شايف كده بقى ظهر انا عاوزك تركز فيها بعدها دي انا عاوزك تشطبها مين كورباسكولار والهيموجلوبين يعني انا عاوز اعرف الهيموجلوبين في الكره الواحده كام اقسم كميه الهيموجلوبين الاجماليه على عدد الكرات يطلع لي واحده دي كام الهيموجلوبين على الار بي سي كام لو تطلع كل الهيموجلوبين على عدده يطلع لي واحده دي قد ايه بس مش عاوز غير لما اقول الهيموجلوبين 15 جرام ده كام ده في سم لكن لما اقول الار بي سي 5 مليون يبقى قد ايه هل ينفع اقسم كمية الهيموجلوبين ب 100 سم على الار بي سي 5 مليون اللي موجودين في ملي لازم اقسم ال 100 سم على عدد الار بي سي في ملي طب دول في ملي كام سم 5 مليون يبقى كام سم طب في سنتيمتر مكعب كمان 3 اصفار سنتيمتر مكعب 1000 مليمتر مكعب طب في 100 سم كمان سفرين اقول لك حاجه ما حدش يسالكم الكلام بس لحد انا ما اقدرش اشرح كلام بالغ اصبح عدد الار بي سي في 100 سم 5 جنبي 11 سم ثاني دول في ملي 6 اصفار في سم 9 اصفار في 100 سم 11 سم كده الحلمة صح ال 15 جرام دول موجودين في هذا على الارضي دول في 100 سم ودول في 100 سم هل تفتكر الكرة هيطلع فيها جرام؟ يبقى فكري اللي دول كده بيكو جرام عارف بيكو جرام الجرام قد ايه منها 12 سم يبقى فوق دي لما فكرت حاجه صغيره انا عارف انا معايا 2 وعاوز ارجعها 10 لازم افك دي صح انا بفك الجرامات لحاجه صغيره الجرام فيه 12 سم يبقى فوق فيه كام سم 12 وتحت فيه كام 11 يبقى لما تشيل دول قصاد دول يبقى كام؟ 10 بس كده اقول لك للتعديل اضرب ب 10 انتوا فهمتوا ده منين 10؟ بس خد بالك خلاص الدكاتره علمناها بص يا بابا انت حط الهيموجلوبين بالجرامات وحط الار بي سي بالمليون هتحطها رقم من غير اي فرق 5 مليون 5 بس لما تعدل بيطلع في النهايه 10 فاضرب ب 10 على طول بس انا فهمتك جاب منين ال 10؟ من الار بي سي اللي في 100 سم 5 جنبها 11 سم لما احول دول لحاجه صغيره 15 جنبيهم 12 سم بقى في فرق كام؟ 10 احنا بقى هنجيب بالاخر في الامتحان تحط الهيموجلوبين بالجرامات على الار بي سي بالمليون واضرب على طول في كام؟ ب 10 15 على 5 ب 10 هتطلع 30 طبعا في افريج في رينج فالرينج هنا من 25 الى 32 طلعت الكرة فيها أقل تبقى هايبوكروميك فيها أكثر من كمية دي تبقى هايبركروميك طلعت فيها الكمية دي تبقى نورمو كروميك تحتوي كمية طبيعية تيجي المسألة بعدها مين كورباسكولار فوليوم هتنسى مين فيهم مين كورباسكولار دي ما تركزش فيها خالص انت تركز هو عاوز ايه الفوليوم يبقى تقسم حجمهم مجتمعين حجمهم كلهم على عددهم يطلع حجم الواحد اللي هو الباكتل فوليوم على عدد الار الباكتل فوليوم قلناها في اول صف تقريبا كان حجمهم مع بعض 45
طيب. هل دي بقى مذكرة اللي خدتوها دي؟
دي مشكله يا ابني. هات لي مذكره ما يخيبك. بس الفكرة يا شباب بسيطة جدا. اللي مطلوب هنا غير اللي مطلوب هناك، غير اللي مطلوب في المكان. فأنا مفيش قائل معين في دماغي أقول، أنا لازم أبقى عارف إيه اللي مطلوب. ده اللي مطلوب مرة واحدة بس، أجيب كتابكم أو كتاب بره أو حاجات أو فستان وبعدين أقول أهو أنا مطلوب هنا محطوط. كل نقطة لطيفة جدا زي ما شفت. أنا بشرح لك حاجة عشان بقى ده القاهرة ده في كندا ده في روسيا في أمريكا ده أنا بلد ده من كل اللي بيحصل. أبص جاب مع شعب إيه المطلوب؟ لما ما نقولش جاب ولا نقول؟ طيب كيمو سبيس هات لي بقى صفحة إيه؟ طب يعني شيل الرسم دلوقتي كده نتفرج مع بعض. تكتب بالطبع ويسموها الاسم الثاني فرانكو صاير خلايا الجوهر. ليه؟ لان بكره هتصاير اجيال ان لم يحدث بليتلت اجريجيشن فلن يحدث بلاكو اجريجيشن. يعني الجلطه لازم تحصل على خط الصفائح، فسموا الصفائح خلايا الجوهر. فكره الاسبرين اللي بيمنع التجلط ملوش اي دعوه بالتجلط، بيمنع تجمع الفيلم. ما تجمعوش ما تقدرش تعمل يعني بيجيبها من زاوية تانية خالص. بكرة ايه بقولها للعربية؟ ان لم يحدث تجمع للصفائح فلن يحدث حدوث فين؟ جلطة. ان انجلش بليتلت اجريجيشن از اسينشال فور بلاد كواجيليشن. عشان كده سموها طب صحيح. كل ده قراءة شكلها ماي كومبكس عكس الار بي سي مش ماي كومبكس واصغر من الار بي سي وبرضه ما فيهاش نوكليا وفيها خزائن جرانولر. اهم حاجه فيها جرانولر. بتتعمل برضه في البون مارو من خليه كبيره اسمها ميجا يعني كبير ميجا كارديو سايت. اللي ما كتبوش الزميل ان الخليه الكبيره دي قطعها 4000 كيلو بضرع كده يعني بيجا كان رسال دي لما تتفتت كده 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 تتفتت فالمبرين بيتميز بحاجتين يا شباب. ان احنا قلنا جواها خزان اللي هي مين؟ جنيون. فعشان تطلع ربنا عمل حاجه اسمها اوبن كاناليكولار سيستم. يعني في كان القرايه اهي ممكن كل الخزان اللي جوه تطلع عن طريقه. ده يتطلع فيها سهلة دي. الماضي فيها نوعين من البروتين قابلين للانقراض. الاكتن والمايس. اكتن وين؟ مايس. البنتج فيها الاكتن والمايس. طب ليه الايون المهم للكونتراكشن؟ فالكالسيوم يخلي الاكتن والمايس ينقرضوا فيعصر البنتج فيطلع الجرانيولز الخزائن اللي هنستخدمها دي عن طريق اوبن كارديكولار ايه؟ سيستم. انت قلت يبقى في خزائن هنا في جرانيولز هنا. ازاي بتطلع؟ ان في بروتين قابل للانقباض اسمه ايه؟ اكتينومايسين. ايه الايون اللي هيعمل له الكلام ده؟ فيخليها انقبض يعصر جلد فتطلع الحاجات دي. حواليها كود 100 صف اهو معمول من الجلايكوبروتين. في ريسبتور دي لا تلتصق بالسموث اندوزيليا. الوعاء الدموي اللي سليم اللي قبلك عمره ما تلزق فيه. لا
لو وقع الاندوثيليوم الطبقة الداخلية للبلاد فيسل هيبان تحتيها كل الليمف فايبر. لو وقع الاندوثيليوم هيبان تحتيها ايه؟ الريسبتور دي بتبدا في كل الليمف فايبر. ففينا ضمنا انها هتبدا في الفيسل المتعور وامراها ما هتبدا في الفيسل اللي مش متعور. اللي مش متعور مبطل بطريقه الاندوثيليوم سموث الريسبتور ما بتنزلش كده. وقت وقع الاندوثيليوم وبان تحتيها ايه؟ اتبع لكم كورتش يوم بنفين. هنشوف القصه. فتيجي بقى الحاجات اللي جوه. هو في معين الجرانيولز 10 نون بروتين جرانيولز بتشمل سيروتونين وادينوزين بايكس فيت وكالسيوم. انا حضرتك كلها حلوه. احنا دي مستند ثلاث عمليات اساسيه هم اربعه اساسيات اساسيه. لما البدل يتفتح ويصير مره اسرع طريقه وقت اقل سبيد انت من برضه الخاصيه بس بيعملوا السيروتونين يعني البطل مستشفى وسميها السيروتونين لان موجود بتاثير عالي في السيروم. وده هو السيرم من السيرم شعب والبلازما من غير بروتين. لو شلت بروتينات البلازما المايه اللي فضل يسموها السيرم. كل البروتينات يا دكتور ولا يعني اهم حاجه الفايبرين طبعا هو الجلطه. لو شلت الجلطه صارت الجلطه بعد ما يحصل البلازما كونستريكشن ثاني عمليه في ايقاف النزيف انك تعمل سداده من البليتلتس اسمها بليتلت بلازما. مين اهم مادة تجمع البليتلتس؟ الادينوزين داي فوسفيت بتعمل ابليجيشن. طب مين الايون اللي مهم للتجلط؟ الكالسيوم. يبقى اذا الدنس اللي هما مش بروتين نون بروتين جرانيولز فيهم ثلاث حاجات واحده بتخدم كل واحده. السيروتونين بيعمل برضه كونستريكشن. الاي دي بي يعمل البليتلتس برضه والكالسيوم بيساعد التجلط. عمليه لطيفه عشان بدل ما اقولهم بس ما انتش فاهم كده هتذكرهم. دي بعد كده بروتين جرانيولز هنتكلم عليها في اوانيها اللي هي الفا بروتين جرانيولز. Also it contains اهم ماده الهيموستاسيس في جسمنا بروستاجلاندين اسمها ثرومبوجلاندين A2. ثرومبوجلاند دي احد طرفي الميزان. دي ماده عاوزه تجلط عاوزه هيموستاسيس يطلعها البيت اسمها ثرومبوجلاندين A2. وفي بروستاجلاندين اخر مش عاوز هيموستاسيس اسمه بروستاسايت. فحلقه حلوه قوي بس بعد شويه. اول بناخد الستراكشر حاجات بيبدا بعدين نخد حاجات طبيعيه. بعدين فيها الاكتوماس بروتين اللي هم كنت بتاع ايه؟ بروتين. فانتوا قال لي مستيو البليت بتاخد الطاقه بتاعتها منين؟ من الجلايكوجين سورس اوف انرجي زي دي برضه. ما فيها جلايكوجين البليت فيها جلايكوجين. فانكشن اوف بليت وظائف البليت ده اصعب سؤال في هنحاول نقول بطريقه سهله. في حاجتين قبل التجلط وحاجتين بعد التجلط. قبل التجلط شفناهم فازو كونستريكشن قبل التجلط حتى كده كان فازو كونستريكشن في انجل فيسل وفورميشن اوف تمبرال يعني مؤقت ليكل بلانك. هي ممكن تيجي لنا لوحدها سؤال هنقول دلوقتي تحت عنوان ليكل رياكشن رد فعل الليكل. مين اهم مادتين بيعملوا بعض البروتكشن؟ السيرتونين اللي هو نون بروتين الدنس جرانيوت لسه قايلنا والثرومبوكسان اي 2 اهم مادتين بيعملوا بعض كونستكشن. وبعدين فورميشن اوف بليتلتس هنقولها دلوقتي هنقولها سؤال. بعد التجلط في حاجتين بقى. تصور بعد ما يحصل جلطه الفايبر بتاعت الجلطه دي ضعيفه لا يعني ممكن تتقطع فلازم نقوي جلطك نستابلايز نقوي الخيوط دي. عارف الفاكتور اللي بنقويها اسمه ايه؟ فايبرين ستابلايزنج فاكتور. فايبرين قوي الفايبر ستابلايزنج فاكتور. مين اللي عامل الفاك؟ اللي هو بعد ما عمل الجلطه عمل لها نزيف وقف عمل لها عمل جلطه نزيف وقف بعد شويه الجلطه ديسنتجريت اتاكد ونجح ومات. فك لان نقصه فاكتور 13 اللي عمرك ما تنساه. مين فاكتور بيقوي خيوط الجلطه؟ طب لو ضاعت يبقى فاق بعد ما بيعمل الجلطه بيموت. انت فككت الجلطه. هذا الفاكتور مين اللي بيديك ديفريتنس او ستابلايزيشن فايبر فاكتور. ذن كلوز ريتراكشن اول ما تدق على ركبتك ويحصل جلطه بتبقى رخوه بعد ساعات تلاقيها بقت قشره ناشفه.
لو طلع منها مية العقل كده مين يعصرها ويطلع المية وتصفى البروتين اللي موجوده في البيت بتتاكل وين؟ طيب لما الفيكل بيتعور الاندوثيليوم بيقع الفيكل بيدي باك ويخلي الاندوثيليوم كامل تاني اسمه فيكل درايفد جراف تاك انت عارف ويت مارك احنا هما بياخدوا من الشمال اليمين احنا من اليمين الشمال ده حاجه صعبه قوي على العكس فاكتور بيعمل جروب برايفت مش صح كمان ليكس هما قالوها ايه ليكس برايفت كونسبت وتقول اهم حاجه اللي هو سؤال لوحده الليكس بلاك ده هقولها دلوقتي ده اصعب سؤال عندنا في الامتحان ده مساله ما هي وظائف الليكس كم وظيفه اربعه اثنين قبل الجوده واثنين بعد الجلطة الجلطة فاز وكونستريكشن والسؤال الكبير قوي وبعد الجلطة مطلوب حاجتين نقويها استابيلايز فايبرين ونعصرها بتاكد المايك مع الاندوثيليا من اللي وقع خليها بوتاني دورتيكس فايبرين بلوك نيجي بقى ليه كليكت رياكشن هاتي الرسمة التاريخية هي أصابة دي بقى نفسها مع بعض واحد من الموضوعات الجميلة ما هي بريتلت رياكشن ردة فعل بريتلت الانجري هي بريتلت بلد عن سلاسة أحب أحكيها طارة تمشي مع المايك تمشي في سنة 92 حصل زلزال في مصر ده رهيب التسمية بتاعت مصر العيني هز الجامد فأفادنا كلنا ما فيش حاجة ولا إنما أفادنا كلنا ما نعرفش لما بني تأصفلت ولا لا وبعدين جه عميد الكلية في أوليها وقال لعبد الله في استاذ هيجي من كليه الهندسه عبد الله جيت الهندسه شويه دخلت في الاول ثانيه عسكريه بس احنا بنطلع كلامه عليه قال انت تمشي مع الراجل ده استاذ هندسه وتشوف الابنيه كويسه ولا مش كويسه تنفع كليه ولا تخليها مقفوله على ما نصلح الحيطان فانا لقيت الراجل مهندس ده جاي ايد ورا وايد قدام انا فاكر بقى هجيب اجهزه عشان يشوف الحيطان ازاي تصلحها ده مش بتاع عماره قلت له ايه ده فين اجهزه؟ اجهزه ايه؟ طب انت هنعرف الابنية تصدعت ولا لا؟ مش سهلة جدا. قال لي اي بناية تصدع لازم طبقة الطلاء الداخلي تتعطل، يبان شرط، مش ممكن تتصدع ويقعد الدهان سليم. ادام الدهان في الحيطة دي سليم يبقى 100% حائط غير متصدع، لانه لو تصدع لازم يبان شرط، يقع الاندوثيليوم ويبان تحتها كل جن. طيب ففعلا قعدنا نمشي كده في البرمجات والابنيه كلها ماشي اخ يلا افتحوا كليه. جماعه تحقق انا بقى اخدت الجمله دي استخدمتها في الشهر. الجمله حلوه كده فاكر. كما يتحقق المهندس من سلامه الابنيه كذا تتحقق الصفائح من سلامه الاوعيه. جيت ماشيه كل شغلتها طول النهار ماشيه في البلاد فيزنج طالما في اندوثيليا للغسالين اندوثيليا للغسالين اندوثيليا للغسالين امتى تعرف ان الفيزل ده اتعور؟ لو وقع الاندوثيليا وبان تحتها اصطاد اندوثيليا الكولاجين خالص. عرفت في ده صح يبقى شاف الكولاجين ايه؟ فايبر واحنا قلنا يا شباب فاكرين؟ ان ربنا خلق الريسبتور بتاع البليتس اللي في الجلايكوبروتين كوت كوت يعني معظم اللي هو من بره خالص. كوت فيها ريسبتور لا تلتصق غير بمين؟ بالصاب اندوثيليا حتى لو عاوز تعليق صح صاب اندوثيليا الكولاجين فايبر فاول حاجه في الرياكشن في رد فعل البليتلتس انجري هي الادهيشن من التصق بمن؟ الصاب اندوثيليا الكولاجين التصقت او درستها بالريسبتور اللي موجوده في الجلايكوبروتين كود طب ما هي الماده اللاصقه؟ بوند فيليبران فاكتور بوند فيليبران فاكتور هو حته من فاكتور 8
قلت من ساعة الثمانية بتاع الطاقة الخارجية ما سمعنيش اسمه هو اسم ريزل اسمه ده اللي بيساعد الاتصال في الاديشن هو بوند ريجراند ايه؟ فاكر طيب بص بقى ان طبقة واحدة لا تكفي لرد التصبع كم عربي؟ يعني لتقوية التصبع لا ما هذا ده صحيح نعم طبقة واحدة من زيت ما ينفعش تقوي مثل متعور عاوزين ملايين الزيت فالطبقة دي عاوزة تنزه الزيت السيد ويقوي معاها الحتة اللي بايظة فالطبقة دي حصلها اكتيفيشن خلاص ده تاني خطوة يحصل ايه اكتيفيشن وبعدين حصل خطوة ثالثة ريليز طلعت الجنوز الجنوز الواحد هو ايه الجرانيوز دي ريليز فلما طلعت الجنوز دي جمعت اتراك شدت اذر بليتلت عملت بليتلت اجريجيشن وانس البليتلت اتجمعت يبتدي عملية التجلط اللي هي برو كواجلانت اكتيفيتي يبتدي التلاطم يعني التلاطم بيبتدي قبل ما تبتدي تمسك في بعض بعد تبتدي هو التوبة حلوة بعد ليش بعد كده يحصل معلش عشان ما نشيلش العباد دي ولا هتوصل للصبح بس تشيل الرولد فايت ليه ترانسفيوجن بداية لما يتحقق المهندس من سلامة الأبنية تتحقق سلامة الأبنية فأول حاجة ازاي عرفت ان هنا في تصدع شابك ايه؟ صار اندوثيريال كولاجين من ينتصر بمن؟ البليتلت الجلايكوبروتين كول ريسبتور بليتلت بالكولاجين بمساعدة طبقة واحدة من لا تكفي عاوزين بليتلت كتيرة فالطبقة دي يحصل لها اكتيفيشن وبعدين يحصل لها ريليز يعني تطلع لجواها وبعدين تجمع المرة دي تجمع ملايين البليتلت يبقى اجريجيشن وانت حصل اجريجيشن يبتدي عملية ايه؟ التجلط فو اجريجيشن اهي يحصل جلط التجلط هنا عبارة عن نتورك اوف فايبرين عبارة عن شبكة فايبرين جواها اورسين وبعد كده يتحبوا ببعض يحصل فيوجن ادي البليتلت بلاكينج واحد يسألني ايه الفرق بين البلاك وبين الاجريجيشن هقول تقدر هنا تعد عدد البليتلت واحد اثنين ثلاثة هنا ما تقدرش تعد ستة واحد هنا دي ريفرس ممكن افكهم تاني من بعض انما دي دي ريفرس عارف ايه صعوبة السؤال ده وهو اصعب سؤال في المستدس هو في المعادي اللي بتاع كل خطوة فانا عايز اعمل لها طريقة لطيفة دي بص معايا بقى الاكتيفيشن والاجريجيشن والفيوجن كلهم بيساعدهم نفس الفايده مش جديد عشان تجيبوا جنب بعض حاجه ولا مش هتعرفوا تحفظوا كويس دي طريقه معينه بتحدث بس لو ذكرنا من آخر الخطوات بصين فضل الخطوة الثانية والرابعة والثالثة كلهم بيساعدهم مادة واحدة وهي الأدينوزين دايفوسفين أدينوزين دايفوسفين أدينوزين دايفوسفين على الأقل عدت بس قلت واحدة أدينوزين دايفوسفين حاجة ثانية كلهم يشتركوا في كلمة ثرومبين يعني هنا ادينوزين دايفوسفيت وثرومبين خلاص وهنا ادينوزين دايفوسفيت وثرومبوبلان اي 2 اللي هو البروستاجلاند وهنا ثرومبين ده حلو يبقى اول واحده هي ادينوزين دايفوسفيت ثرومبين ثرومبوبلان اي 2 اند طبعا. عايزين ناخد كل مرة. في حاجة ثالثة بتختلف واحدة لواحدة.
لو مشتركين بواحدة تماما ان الاكتيبيشن مين اللي بيساعده؟ نفس الاديجن بتاع الاكتيبيشن. الاديجن يعني الاتصاق نفسه لما تلك حاجة تلزع كده وتلاقي حاجة لزع بيها يحصل لها اكتيبيشن. تمام؟ طب هنا مين تاني معاهم بقى في القصة دي؟ البليتلت اكتيبيشن فاكتور. هنا انزايمز. طب فاضل خطوتين ما كتبناش فيهم حاجة. الريليز انتوا فاكرينها كويس قوي. مين بيعمل ريليز؟ كالسيوم عن طريق الكونتراكتين الاكتيمويل مايكروم. طيب ليه؟ ليه لن تحدث جلطة إلا على سطح البليتلت راي يسموا البليتلت تروبوسايت؟ يعني إيه الحاجة اللي بتديها البليتلت عشان نعمل جلطة؟ قالك عشان تعمل شبكة الخيوط دي فأنا مش هتفتح حتى تجيب الكوري. جيب لي طرابيزة سطح أحط عليه الخيط نربطه في بعض نعمل الشبكة. البليتلت بتدي السطح اللي بتجمع عليه كلوتين فاكتور عشان نعمل فجلطة. السطح ده هو الممبرين بتاع البليتلت اللي هو كأي ممبر عبارة عن فوسفوليبين عبارة عن ايه؟ فوسفوليبين ويسموه بليتلت فاكتور 3. بليتلت فاكتور ما هو البليتلت فاكتور 3 ده؟ ما هو إلا الممبر بتاع البليتلت فوسفوليبين الممبر فوسفو يسموه بليتلت فاكتور 3. يبقى تاني بقى نقوله مع بعض ده سؤال صعب. ده سؤال بعنوانين تجيلها بليتلت بلاك أو بليتلت رياكشن. كما بحقق المهندس من سلامة الأبنية حقق الصباح من سلامة الأوعية ساعد الدعاء لله الشبك ايه؟ كل فحصل الديجن نال انطبق بمن؟ الكولاجين مسكت في الريسبتور بتاع الجلايكوبروتين ايه؟ كور بمساعدة مين؟ بون البرانس. إن طبقة واحدة لا تكفي فالطبقة دي حصلها اكتيفيشن وبعدين بريز وبعدين الابليكيشن وبعدين السنة كوابليشن وبعدين حصل فيوجن. يا طريقة بحب كل حاجة بقى لعبد الله عملها طريقة حق انت هتركز في اثنين اربعة كده كلهم في مادة مشتركة اللي هي مين؟ ادينوجين باي فوسفين ادينوجين باي فوسفين ادينوجين باي فوسفين. تاني واحدة مش كل الكلمة مقطع الاولاني رابط رابط خلق دو طبعا كل بعض دي حاجة كالتا نفس الهديجن بتاع الاكتيفيشن. وهنا مين بتاع الاكتيفيشن بلينت اكتيفيشن باك وهنا عندنا الضعف. طب فاضل الانفة دي الريس احنا حضرتها مين اللي بيعملها الكالتا من الالتوايس. طب ازاي بلينت لا يمكن يحصل جلطة على سطح البلينت هو الفوسفوليب البلينت بتاع البلينت بيتجمع عليه بروتين تاني. طب ده ليه اسم اه بلينت فاكتور تاني سهل ولا صعب؟ بعدين يلا ريليز طلع الكلوز اللي جواها من الاوبن كاريكور سيستم فيحصل اجريجيشن وعن يبتدي التجلط. التجلط ما يحصلش بعد الفيوجن من اول اجريجيشن. الجمله بتقول ان لم يحدث بيت اجريجيشن في الفيوجن فلن يحدث بلاد كواجريجيشن فيبتدي البروكوالنت اكتيفيتي وبعدين فيوجن. هتركز في ارقام 2 4 6 دي الماده المشتركه وحاجة أخرى رمبل كان ايه تو رمبل فعين حاجة تبدأ عشان ناخد فور بعض. هنا الأدهيجن بيعمل اكتيفيشن وهنا البليك من اكتيفيشن فاكتور وبعدين هنا انزايمز. هذا الخطوتين ما كانتش عليهم الريليز بيحصل بايه بالكالسيوم اللي هو هيكون تراكتد اكتن ويل مايز. طب اي حته في البليك دي المهم اللي اتخيله البليك الفوسفوليبي اللي هو بليك فاكتور 3. ده ليس هنتكلم عن كوربيشن. طب عمره ما يحدث في الهواء لازم على بريتلس. طب ايه الحاجة اللي بريتلس مهمة التجلط؟ فوسفوليبين اسمه ايه ده؟ بريتلس فاكتور 3.
خدوا بالكم بقى طرفي الميزان. هقول بقى دلوقتي مهم جدا جدا جدا، اخطر قرار في الجسم هو قرار التجلط. لان لو تصورت وما حصلتش جلطه بص، لو عملت جلطه خطا بدون اصابه هتموت. واحد في كل ثلاثه، واحد في كل ثلاثه في عالمنا هذا بيموت من جلطه خطا في القلب. دول نفسات قلبيه. كمان هو اخطر قرار نمبر 1 خد الباتش في العالم تجلط تتعور. مش جلطه موت، تعمل جلطه بدون اصابه مؤثره برضه موت، جلطه في القلب. فربنا حط نتيجتين لكل بوصه جلده يظبطوا العمليه. مين الخليه اللي عاوزه ريموستيلس؟ بص القصه جلده اسمه صم الكان ده احمد. طب ازاي ده بيساعد ريموستيلس؟ بيعمل الثلاث عمليات، بص بنفسه بيعمل الفاضو قاطيش بصين بصين هنا معايا. وبعدين الصم الكان يتوب بيعمل اجريجيشن بطريق سهل قوي. الاجريجيشن دي مقدمه الكوجريجيشن ومقدمة الدرج. يعني الاجريجيشن لازم عشان يحصل كوجريجيشن وعشان بعد كده تتحول الى اهم ماده من غيرها لا يمكن هيبقى فيه هيموستاسيس اللي هو ترومبوجلاندين. ده بروستاجلاندين. كل البروستاجلاندين دول عباره عن فوسفوليتد معمولين من حمض اسمه اراكيدونيك اسيد. اراكيدونيك اسيد. فبص بقى الفجر. طب في ناس على النقيض مش عاوزه هيموستاسيس. مين اللي مش عاوز هيموستاسيس؟ انت البيتر السليم. طب ايه اللي يدل ان البيتر ده سليم؟ كل الفيليا السليمة مش عاوزة هيموستاسيس. يعني ايه؟ يعني انت من برضه كونسكشن وجلطة يعني يقف خسارة دم البيتر السليم؟ ده ريسك. فدي بتطلق مادة بالعكس اسمها فوسفا سايكلين. تعمل بالعكس بص دي برضه تنتيشن. وتمنع البليتلت اجريجيشن، تطفش البليتلت. فأدام مفيش اجريجيشن مش هيحصل. فبالتالي مش هيحصل طبعا اسمها بروستا. عاوز ناس فاهمة مين الخلية اللي مخها هيموستاسيس؟ بلاتلتس. يبقى هي اللي تطلق الثرومبوجلان A2 وتعمل بعض الموستيشن من الفرقة الخطوة الأولى وتعمل اجريجيشن اللي هو مقدمة ايه؟ كوانجريشن وليتبرج. طب مين الخلية اللي مش عاوزة الكلام ده؟ نورمال اندوتين. تطلق بروستا جلاند الثاني اسمه بروستا سايكل. يعمل عكس بعضه بلاتلتس ويمنع البلاتلتس اجريجيشن. يبقى لا هيحصل لا بلاد ولا كوجريجيشن. الناس كل سنه 50 سنه في العالم كله خايفين ان في كل ثلاثه واحد هيموت من جلطه في القلب. يمكن انقاذ النسبه دي للنص. الاحتمال في النص لو خد اسبرين اطفال كل يوم. جاست. تاخد اسبرين ايه؟ اطفال. بيعمل ايه اسمين اطفال بقى؟ يخلي الميزان يخلي يعمل مور بروستاسايكلين وليه تروبوجلان ايه. يعني يخلي يكون الماده اللي ضد الهيموستيزس هي البروستاسايكلين ويقلل التروبوجلان ايه. طبعا الزميل كاتبها خطا هو ما بيعملش كده. هو اشهر يقلل الاثنين. يعني بعض الانزيمات اللي بتعمل التروبوجلان ايه اللي بتعمل البروستاسايكلين. بس الانزيمات اللي بتعمل بروستاسايكلين بتريكفر اسرع. يعني بتفوق من تاثير الاسبرين اسرع. فيبتدي الجسم يعمل بروستاسايكل ولسه مش عارف يعمل ترومبوجلانين. هو كاتبها ما بتعملش دي وبتعمل دي. هي مش بالظبط كده، هي بتقلل اثنين بس بعد كده دي بتفوق اسرع اللي هي البروستاسايكل. بتقلل الاحتمال. ما مش معناها انك انت مش هيحصل تجلط، بيحصل عادي قلت لك حتى بالنص. مش معناه اللي بياخد فول دوز والاسم عمره ما يحصل له جلطه، هيحصل له نصه ما يحصل له بدل ما يبقى واحد في ثلاثه واحد في سته. مش وحش كويس؟ بدل واحد كل ثلاثه يموت واحد في سته. دول سؤالين نظري مهم واستقال. فانكشن تو بريدكت اهي اهمها الفيكت بلاس او يجي لك لوحدها لوحدها. تتكلم عن الفيكت بلاس او بريدكت دي اكشن. السته دي اكشن اللي بيعملها الفيكت. اقول ازاي؟ تمام. تحقق المهم تتحقق التفاعل من ثلاث الاوعيه. شكل ايه لايك؟ كولج. يعني التفق بما الريسبتور بتاع البي الدرايف بروتين مش الجاكيت. كور التفق البي كولج. مين الماده اللي ناقصها؟ بومبري باند. تمام؟
ان الطبقه المرحله اللي بعد الطبقه دي احصل لها ايه فاكتريشن. لازم الاول مذاكره ده حط العناوين صح وبعدين ظهر التفصيلات. نقول عناوين مع تفصيلات عمر ما راح خالص. لو تفهم القصه ماشيه ازاي طبعا احنا ما نكفيش حصل ايه وبعدين ابيجيشن وبعدين يحصل عليها كوجيشن وبعدين يحصل فيوجن. هتفكر في اي خطوات 2 4 6 في ماده مشتركه في هنا في ماده مشتركه في الشق الاول رب ربكم جاهدوا رب. طب عايز اخد كل مره هنا النتيجه بتاعه الاكتيفيشن هنا ليه الاكتيفيشن فاكتور هنا الظاهر ينفع فيه الريليز انتوا عاطينه مايز في الكانسر لو بيشغل اكتر مايز. اي حته في البليتت اللي خدوها يسموها ثرومبوسايت البليتت ممبر اللي هو الفوسفوليت اسمه بليتت فاكتور 3. مين اهم ماده تطلقها البليتت؟ ثرومبوسايت اي 2 اللي هو بروسجان بيساعدها الطرفين فرض كل سيكشن بنفسه ويعمل بليتت اجريجيشن يا مقدمه يا كابتن. طب مين اللي مش عارف المستهدف بس الفريق مين يقول بس الفريق لانه هي ضد الفرصه سايكل تعمل فارمنتيشن وتمنع البيتن ابليكيشن. نيجي بقى الكوابليشن اللي هو فيها فيها اكثر من كده انا مش جاي اقرا يا بابا معاك انا مش جاي اقرا تشوفني بقى الكلام مش ببص على ايه كان بيقول الجوجل 5% من المعلومات مش جايين انا مش جاي انا فاهم في فكره في دماغي عاوز اوصلها ليه مش فاهم حاجه فايقه انا ما بقراش انا بشرح قصه وايه والبالانس ما فيش ثرومبوسان وفي بروستاتايكل في ما بينهم بالانس الاسبرين يودي بالانس ناحيه البروستا. طيب ربنا حط كل حاجه على الميزان حاجه عاوزه هيموستاسيس وحاجه مش عاوزه. لو في تعويره كتيره يمشي الكروموجاني في الارض لو في اصابه لطيفه جدا يبقى السيليا سليمه اكتر يمشي الفرصه سايبر. ايه هنا بيساعد الاكتيفيشن ويساعد الخطوه اللي هي الاخيره اللي هي الفيوجن. مكتوب انت فين مفكرها بص فيها انا مكتوب بيساعد اي خطوات ايه؟ ادرينالين بايكس فين؟ مش في ادرينالين بايكس فين؟ لو قطع الطاقه لا اسمه ادرينالين بس في ادرينالين مونوكس فين اللي هو كان بيشغل بيتا يسكت. يعني ادرينالين بايكس فين دي طاقه. طب البايكس فين؟ مهم يعني. لو سبحان الله بعد ما نخسر الادرينالين سواء الى ضايع دي فايده اهو في البيت الادرينالين. طب لما يبقى سايكلينج ادرينالين مونوكس فين؟ هو ده الميديتور الوسيط بتاع البيتا. السؤال ده استهجوله في مرحلة حقيقة. قول لي ايه الادرينالين ترايبس فيت الادرينالين بايبس فيت الادرينالين مونو فوسفيت كل واحد بيعمل ايه في السيرش وانا حد جاوب افهم انت تتابع عنواني مش هينفع اساسا. انتوا مضطر مستني. كواجريشن. قصة ده قصة روعة ليه ما بتفهموهاش؟ لان زميل بيشرحها كما هي مكتوبة. العبد الله بيش عن قصة حصلت ازاي. تعالوا نرجع في الزمن والمكان. الزمن 1918 والمكان جيرماني المانيا. اول واحد فكر في التضامن في المرابيط معلكش الكلام ده ده لوجهة الاجتماعية عشان تفهم. مرابيط اول واحد فكر في عمليه الكلام ففهم ان الجلطه دي عباره عن حاجه واحده انك تحول السوليبل فايبرينوجين فايبرينوجين ده بيسموه بروتين دايم في الدم ده سوليبل تحوله الى ان سوليبل مش دايم فايبرين بس وانت عملت خطوط الشبكه هي اوتوماتيكا اللي انت مش هتعملها وانت رميت الشبكة ايه اكتر سمك موجود في البلد؟ ارسيستان ارسيستان هو اللي عملت كوميشن. يبقى ما هو الكو اجريشن؟ هو الكو اجريشن اوف فايبرينوجين انتو فايبر. اول واحد قالها مرابيط لتوصيل 1913 وبالتالي سمى الفايبرينوجين دلوقتي هتفهم فاكتور 1
اول حاجه فكر فيها ده فاكتور 1 ان الفايبرنجن ده سوليبل بيتكون من بيتا في السايد تشين احوله الى فايبرين المهمه دي مش عليه الى اربعه في السايد تشين في اثنين تقريبا لهم قيمه حبيبي في الفايبر تمام الى انسوليبل فايبر يسمى ده فاكتور 1 انا ما عاوز نسبه انا جاي هنا افهمكم يبقى نوع الانزيم اللي محتاجه ايه عشان اكسر بروتين يبقى انا محتاج بروتيوم ليتيك انزيم شو عايز السبلاي تشين فبرنت انا عاوز منهم كام اربعه يبقى هكسر يبقى محتاج بروتيك انزيم لعمل الجلطه بسموه ترومبل يبقى ما هو الترومبل ده اللي بيركم جنبي في اي حاله ايه الترومبل ده ده بروتيوليتيك انزيم بيكسر فايبرين الى لو انه موجود بصوره اكتف يبقى هيعمل جلطه بدون داعي هي سبب الموت بسببه واحد في كل ثلاثه فكان لازم الخالق سبحان الله يخلي الترومبي ده موجود في صوره ان اكتف اسمها برو ترومبي يبقى ده الانزيم غير ناشط وبالتالي ابدا ده فاكتور تو انا بحكي القصه مش من فوق هي ما حصل عشان الاول طبعا تفهم لو جيتوني في 1918 كنت قلت لكم روحوا خلاص هو ده اللي يعرفه العالم فور ترومبل انزيم غير ناشط بيتحول الى ترومبل انزيم ناشط والترومبل يحول الفايبرينوجين سوليبل الى فايبرين ان سوليبل شبكات سبونس ار سي هولندا بروفيتس جيرماني 1918 ده اخطر قرار في الطب ان انا انشط بروسوم حصل جلطه ما عرفش انشطه بوم نشطته بلا معنى بوم جلطه في القلب فربنا اراد ان هذا القرار يبقى مسؤول عنه مجلس شورى شورى يعني كذا واحد مش واحد بس احفظها فرقه جميله قوي رقمين وكلمتين فاكتور 10 و5 حلو 10 و5 والكالسيوم فاكر كنا لازم البليتلت تديني فوسفور ايه غير فوسفور ايه يبقى مجلس الشورى اللي بياخد اخطر قرار في جسمك وهو تنشيط البروتومبين والبروتومبين بيتكون من اربع اعضاء 5 و10 وكالسيوم فوسفور ايه قولوا معايا 5 و10 فوسفور القاعه ثانيه وكالسيوم فوسفور ما تروحش على بعض ولا عمر ما مخك هياخد 5 و10 كالسيوم فوسفور كل مجلس الشورى له زعيم من هو زعيم مجلس الشورى 10 ده مارادونا ده الخطيب رقم 10 فاكر في الطرف البلدي كان اهم واحد ايه 10 هنا رقم 10 لازم 10 ده يبقى في الاكتف فوق يعني احوله من 10 الى 10 اكتف الى الاكتف فوق حتى في الاكتف فوق بيحبوا يدوها بعدها مش هجاه اكتف فوق في كام سكة لتنشيط 10 انا في سكتين لتنشيط 10 عشان تنشط 10 لا في سكتين الاخر حفظات وصلنا ده الكيس فتلاش واحدة من البيت السلف مرة لسكة 7 لسكة 8 هذا الذي 7 او 8 7 يحدث عن نفسين قال انا عشان اشطبوا 10 زعيم باب الشور وتعملوا غلطه تثبتوا لي ان دي اصابه عشان ما اعملش تنشيط خطا ازاي فجبنا له حاجه اسمها تيشو ترومبو حاجه من التيشو لعمل الجلطه تيشو ترومبو يعني ايه جلطه ربط يعني تخطيط يبقى احتاجنا حاجه من بره الربط للتيشو عشان كده سموا ده extrinsic pathway يبقى ليه سموه extrinsic لان يحتاج حاجه من بره الرب ليه اللي مش فاهمه مش انتوا بس وكثير من المعلمين والمدرسين والمساعدين خلينا نقولها كده تهذبا ايه اهميه تيشرت روبو كلاس يعني ده ايه طريقه نلاقي اثبات دامغ ان في اصابه تحتاج لها ده شو انت تسموه ده الحاجه طبعا ده موجود في الرب الماده تيجي منين؟ من التيشرت ايه اللي جاب 7
في التلامس مع حجم التيشو اللي بضغط ساحه التيشو والاميه اللي حصل اصابه. عمر سبعه ده ما هيشوف التيشو الا الضغط خرج بره الايه؟ الباتل دي من التيشو. يبقى 100 جامد ضغط ساعة تيشو سبعة بقى اتريمت ساعة تيشو يبقى 100 في اصابه اللي هتحتاج الى كوكب. احنا مش محاضره هنا نقول سبعة عاوز تيشو يصابه خلاص بتاع ايه؟ عشان ايه؟ ان هذا اثبات مؤكد مفيد اصابه ان سبعة ايه اللي هيجيبه على التيشو الا ده الضغط خرج بره الضغط بيزل وساعة تيشو. بقى على سهل اجيال الاكسبنسيف فات ويز مطوله مطلقه لفاكتور سبعة. عندما يذكر اكسبنسيف فات ويز يذكر فاكتور سبعة، وعندما يذكر سبعة يذكر اكسبنسيف فات ويز. كويس؟ لا اكسبنسيف فات ويز سبعة وسبعة هو الاكسبنسيف. الطريقة الثانية سكة ثمانية. ثمانية قال عشان انشط لكم دايما بالشورى عشان تعملوا غلطة هاتوا معايا اخويا تسعة. ما ينشطنيش، ربنا كل كلمة كلها هتبقى رهيبة، بيرفكشن. ما قالش هاتوا تسعة هذا الشخص، قال هاتوا بس معايا اخويا تسعة. تسعة قال هاتوا معايا اخويا 11 ينشطني. يبقى 11 هينشط تسعة. انما 8 عاوز تسعة بس معاك. خلاص؟ و11 قال هاتوا اخويا 12 ينشطني. مش هنخلص خلاص كل حاجه ليها فايده. اسكت انا عارف ما فيش حاجه. كل حاجه فكرت فيها خلاص ان انا ادور ازاي الحته دي عملتها من مليون سنه بس ما اقدرش اوصل اي حته في اول دقيقه لازم تستنى ثانيه عشان تعرفوها. مش هنخلص لا خلاص. 12 قال هاتوا لي دليل اصابه. ايه دليل اصابه؟ ان في الميثيليوم وقع ودان ولا شيء. الله يبقى كل حاجه جوه الباب بقينا ليه اصابه جوه مش بره كل شيء. عشان كده سموها intrinsic pathway. intrinsic pathway الدليل كل موجود فين؟ هو ده بس في كل شيء. هو كل شيء عشان كده وقعت ما في اصابه انما هنا الدليل كان ايه؟ الديش. عشان كده سموها express. هنا ازاي هنحفظ ضوء سهله جدا. العريس هو نمره 10 ده عاوزين نعمله اكتيفيشن يا اما 7 الاكسبنسيف كام؟ 4 تانيين بيدفوا 2 على يمين و2 على شمال 10 8 9 11 12 8 9 11 12 سهله جدا. يبقى مش فاكر في الاكسبنسيف كام دول 2 قبل 10 و2 بعد 10 8 9 11 12 وكل قصه عاوزه دليل ايه؟ اصابه. هنا فين دليل اصابه جابوه؟ بالتيكي فضائق اكسبنسيف. انما هنا جابوه منين؟ من الكولج. كل حاجة جوه بيسموها انترنسك. ومضت سنوات طويلة وهو ده الكوردينيشن لحد ما لقوا الراجل اللي فقر. راجل بعد ما بيعمل الجلطة الجلطة بتديسنتجريت وينزل ويموت لأن نقصه فاكتور ايه؟ 13. فأضافوا حاجة بعدها بقى دي تشرح بعد إن هذا الفايبرين لوس. لوس يعني خيوط ضعيفة. عشان احولها الى خيوط تايت قويه محتاج فاكتور ال 13 ان هنا وصلنا 12 ودي اكتشفوها بعدها. فعشان كده ما تتلخبطش ان حكيت لك القصه واحد اثنين وبعدين مشينا كده وبعدين رجعنا لقينا ناس بتموت بعد ما عمل الجلطه اللي ما عندهاش الفايبر ستابيلايزنج فاكتور هو فاكتور 13. عشان تاخد فول مارك فاضل حته صغيره ان في الوسط وفي الجناحين مش بس في الوسط انت تحتاج الى كالسيوم وفوسفو كالسيوم وفوسفو تستهيله في الجناحين في الاسبرنسك والانبرنسك وكمان في الشرب تحفظها هتطلع حافظها اسخان كما اجيال ذلك اني حكيتها من قصه البروثرومبين الانزيم الغير نشط لو عاوزين جلطه يتحول الى ثرومبين غير نشط يكسر ولا ديهم شهر تسموا الفايبرين اللي هو 6 الى 5 يبقى بدل ما هو سوليبل بقى انسوليبل نتورك فده بقى نمبر 1 وده نمبر
الكونكشن. هو في الاول قال ايه هو الكوجوليشن؟ الكوجوليشن هو الكوجوليشن of fibrillation into fibrillation. السمع عمركم هتنسوا مع العبد ده. الاجلوتينيشن عبارة عن انتيجين انتبادي لأكشن في البلد. لما تاخد دم الغمر يحصل انتيجين انتبادي لأكشن الدم يتفرع. ده اجلوتينيشن. انما ده كوابيليشن. ده انت بقلدك شوية. لما يقولك ايه هو الاجلوتينيشن؟ هو الانتبادي لأكشن. انما ايه هو الكوكوكوابيليشن؟ هو الكو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 ك
الفرق بين الدراج كواجيليشن والدراج انجيوتينيشن. ما دي كان غلط بقى على انجيوتينيشن ده انتي انتيبادي رياكشن. لما انك تحول البروجريس للفايرل هو ده الكلام. يبقى ايه هو مين اخطر خطوه في الجسم انك تنشر هذا الانزيم في الوقت اللي هي فيه اصابه والا يحصل غلطه يموت واحد ثاني وبيقوم كل التحاليل يعني في واحد في كل ثلاثه كتير يموت من قرار خطا حاجه بهذه الاهميه اعملها واحد ولا مجلس شورى تتكون من كم فقط 4-5 فوز وكالسيوم فوسفوريك 5-10 وكالسيوم فوسفوريك من هو نعيم مجلس شورى 10 دي كم سكة اللي طب تشيله 7-8 ناخد بس 7 7 انا حدث عن نفسي انا 10 رشد تقريبا بالشروع عنه هذا اثبتولي دي في الاصابة اللي فاكر ايه نمبر الله دي راح اكسبنسيك باكوي وطولة مطلقة الكاكتور 7 8 هاي عادة كويس انت فانا شخصين عودوا معي انت عمالي عودة واحد بقدر من الشخص وعباشا قال اخوها اخوها ينشرني مش هنقل فالباشا قال شوي بريد اصابة هنا البريد جوه البريد البوليش تبقى كل حاجة جوه تبقى البرنسي هتحفظه ازاي جوه البرنسي بتاع سويك اتنين قد العريس واتنين بعد العريس العريس هو 10 ده 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 من خطوات كتير عشان كده هو ده more slow more efficient slowly but surely المثل الانجليزي يقول لك slowly but surely انما ده زي هيك طيب ايه efficient طب ليه ربنا عمل اثنين تعالى هنا وانت لما بتقوم بتيجي الاسعاف تعمل لك الاول اسعاف اولي سريع بس ليه efficient experiencing وبعدين تاخدك المستشفى حاجات بقى بطيئه بس more efficient ونحن عندنا مصاب من هو المصاب ففي حاجة سريعة وليس إفشل وحاجة بطيئة كمور إفشل دي سواي ربنا عمل وهو نفسه كمان دخل أن يفهم وإلا هذا ما هوش أي فوعجيليشن يتشرع والناس ديش يصرم الله وكلش وثمانية وثلاثة وعشر وسبعة بقصوا يا جدع والطالب دخل بعض جدع انت عارف القصة لا يمكن هتنساها تاني وراديس جيرماني 1980 ما هو كو-كو-كو-أجيليشن هو كو-كو-كو-أجيليشن كو-كو-أجيليشن عاوزين بروكيوليتك الدائم طالب يعمل الناس لازم أصورة غير ناشطة يا فاضل ده تاكتور 1 فهمت ليه ده 1 اللي هي القصه بتاعت هنا ده تو هذا هو اخطر قرار في العالم تحتاج الى مجلس مين وكلمه ايه 5-10 كالسيوم فوسفوريك وهتقول لك كالسيوم فوسفوريك على الشخص في المارك موجود كله بجنب النص هنا وهنا 5-10 كالسيوم فوسفوريك مين هو زعيم هذه الشهور؟ الشابو كم طريقة؟ طريقة مبرة حتى حاجة مبرة رادس؟ 7 طريقة جوه كل حاجة مبرة رادس 8 طبعا انا حدث انا سين انا مش حظر ليه 7 قال يجيب ميجيش لطول مخلص؟ ده دليل ايه؟ خطأ ايه اللي يجيب 7 اللي في البابة على حاجة بتيش ولا وزرات ساعة بكين هي مئة طابة بنعمل ده لحاجة مبرة سنسي بخوي
أما ثمانية أتحدث عن نفسي. هل هو معايا؟ هو أتسع إلى الشوفي؟ لا أنا أتحدث إيه ساعات؟ نضب نضبط هذا أخوة 12 من الشوفي 11 أخوة 12 من الشوفي مش هنأخذ خلصنا 12 عائد يقولوني في الإصابة قولوني كل شيء يبقى كل حاجة هو أخذها الترنسك باتوي تحفظوا إزاي كل الترنسك باتوي؟ قبل 10 يبع 10 قبل 10 طب شوية واحد من الله يوجد ساكتو الستة اللي كم قالوا بسي ساكتو الستة والسبعة اي علاقة بالتجمد زي فرقة مات اللاعب رقم ستة مش كلنا بقى عن بدل الفلاج لان كل لاعب من دول هتضبط انيم انت انمبر زي لعيب القوة ده اسم اهو فالسيتي كذا امثلة انا بيت هات امثلة الفايبرن واحد والفرامبن اثنين والفايبرن استرلازين باكتو 13 وهو لوجو الباقي في اساء الحديث لو كل فتوى هسقط انين انا النمبر ولازم النمبر يكتب ياكترين النيرز بين رومان ليترز ما ينفعش تكتبه ولا تكتبه كده طيب تركيبيا من هم الكواجيليشن فات بيتا جلوبين كل اللي لسه بتعملهم دول بيتا جلوبين زي الترانسفيرين بيشيل حليب ده بيقول لك اديني امثله بيتا جلوبين في جسم ما تقولش الهوب كل الكواجيليشن فات كل دول بيتا جلوبين طب تركيبيا هم بيتا جلوبلين وظيفيا هم ايه اسمع كده اللي حلوه بروتريتك انزايمز وهذا لما كسر ده هقول الحاجه حتى اقول نظام صعيد تصور 12 يكسر حته من 11 تعمله اكتيفيشن و12 يكسر حته في 9 تعمله اكتيفيشن يعني انا مكتوب لما كسر حاجه ماضي انما دول نظام صعيد عارف يلعبوا تحطيط عشان ينشطوا يكسروا بعض يلعبوا رحمن هم دول كده حتى يقول لك ماشيين كاسكيد رياكشن يعني ايه كاسكيد؟ يعني شلال صغير اقول لك حاجه كل الجسم مش كوريشن ميكانيزم كل الكلام اللي بيقوله عباس في بايوكيمستري از كاسكيد يعني ليه ربنا كان ممكن كل شيء يبقى له استطاعه يوصل اللي هو عاوزه في خطوه واحده ممكن ولا لا؟ ربنا يطلع اي حاجه في خطوه واحده ليه ربنا بيعملها 12 يشغل 11 يشغل 9 مع 8 كل خطوه عارف الشلال السرعة تزيد كل ما ايه؟ فالخطوة الثانية اقوى من الاولى والثالثة اقوى من الثانية والرابعة اقوى من الثالثة فتبقى العملية متزايدة بطريقة منتظمة فيمكن التحكم فيها كل البايوكيميكال رياكشنز في الجسم نوت اونلي بس روحي ميكانيزم دي كاسكيد الشباب كل ما بينزل بيحتاج السرعة ايه؟ اكثر وانتظام ادي معنى ان الكاوتي ميكانيزم بيجي لك في الام سي يو اذا كاسكيد رياكشن حتى لما استعرض السؤال هو كل البيوكيمستري ده كاسكيد رياكشنز تبقى متزايده بقوه منتظمه فيمكن التحكم فيها. اللي بره يعني شفت اسماء الغرب او عشان انا برضه معلش شويه لو اتاخروا طب الحمد لله بنقول لهم ما جبتش العيش بتاعهم. طيب قلبي بقى بص في حته للعقل اللي طالعه يجي مدرسين بتاعتي بتاخد منك حاجه مالهاش علاقه بالكوره حاجه ثانيه رؤيه ثانيه الموضوع مش هو الكلام اللي بيتكلم فخلوني اقول لكم اكثر كلام في كده عشان خاطر لصالحكم مش ان انا يعني هموت اتكلم انا اتكلمت كفايه كل الدنيا عرفت كلامي بص الصفحه دي مهمه جدا في الام سي كيو اللي بنقسم الكروتين فاكتورز الى ثلاث مجموعات حسب ثلاث عائلات التشابه في التركيب وزن وظيفة
كان دي صفحة يا شباب، دي اللي فيها كل الأرقام اللي تعقدت معيشتك في الصفحة. صفحة هحفظها لك حلو قوي، خليك معانا. أول جروب اسمه فايبرنتي جروب، الكتير اللي جنبيه بخطة الجميل هو هو الجرسة. الفايبرنتي جروب هو أنا الجرسة، لأن السوبر الجميل اللي إنت خليك تبقى في أولية مش بعيدة ولا يدخل في الجرسة، يعني تعمل تكوين لكن مش هما الجرسة. الفايبرنتي جروب هو اللي بيصنع الجرسة. يشمل مين هذا الفايبرنتي جروب في الصين؟ طبعا أما أقول لك مثلا في الانتخابات قائمة حسام أبو الفتوح، أظن 100% لازم يبقى فيها حسام أبو الفتوح. طب أقول لك فايبرنتي جروب يبقى لازم يبقى فيه مين؟ فايبرنتي. وثلاثة فاكتور تانيين، 5 و8 و13، ولا بيهم إشارة الحرب. عرفت تحبوا إزاي؟ مين فايبرنتي جروب؟ فايبرنتي؟ ده متظهروش كده في الامتحان، تاكل حد؟ 5 و8 و13. انت مجهول تجدوه. يبقى الفايبرنتي جروب فايبرنجن 5 و8 وكام؟ 13. كل ما ينطبق على رأس الجروب رأس العائلة ينطبق على الفريق. فالفايبرنجن اكتيفيتد، بص هنا بالترامبل مين اللي حاول فايبرنجن لفايبرنجن؟ كلهم اكتيفيتد بس ترامبل، فينطبق على رأس الجروب ينطبق على الفريق. طيب كلهم بيزيدوا من الانفلاميشن والايستروجين، الهرمون المتكامل، يعني inflammation بتساعد عملية ايه؟ تدفق. بس الوقت هو انه مقصر، بس الحاجات اللي بيبقى دور صغير بقولها. سنة 48 حصلوا بقى كلها في مصر. وحصل كل السنة المحلية. يعني ليه منعوا أي اضرار أو دروسات تنتقل من حتة لحتة؟ عشان عدوا هذا الفشل. لما بيبقى infection inflammation كبير عشان ما يسرحش بقيه الجسم، ربنا خلق انفلاميشن تاكتيفيت عمليه الكروكي، فتلاقي الحته سهله جدا في كل الجسم اللي حواليها تدور عشان انفلاميشن ما يتنقلش الحته التانيه. فده اول مره الناس ما مش جاي يقرا للمحاضره ليه انفلاميشن بيزود الفايبرنجن جروب، لان بيبقى دي كبير انفلاميشن مش عاوز يروح بقيه الجسم، فربنا خلق حته ملتهبه جدا كل الجسم حواليها تتجلط عشان الالتهاب والبكتيريا والتوكسين ما تروحش لمعلومات الكوكي. الإيستروجين هو هرمون أنثوي بيزود التلطخ، بس أنت ويا حامل تستعمل الإيستروجين حتى لو مش حامل وبتاخد هرمون منع حمل، هرمون منع حمل مش كونتراسيبتيف فيه برضه بيزود التلطخ، ده عيب هرمون منع الحمل. بس أنت يعني حامل تلطخ بيزيد، مش حامل تلطخ بيزيد، بس حد بيتجوز مش كده؟ طيب احنا قلنا من هو السيرم؟ لو جبت البلازما اللي منه قالها وسبتها تتجلط، خدت الجلطه اللي فاضل ده اسمه السيرم. طب الفايبرنجين جروب هو الجلطه، يبقى انا موجود في السيرم. السيرم عباره عن بلازما بعد ما شلت منها الجلطه، بعد ما شلت الفايبرنجين جروب، يبقى نص بريد سكين سيرم. كل معلومه ام اس كيو. وبديكوا قاعده حلوه، اللي مش في السيرم مش ستيبل ستورج، يعني ما تقدرش تخزنه الصيدليات بتبيعه، لو العيان ناقصه ما تقدرش تخزنه في الصيدليات اللي بتجيبهوله فريش. يبقى اسم على اسم، اللي مش في السيرم مش ستيبل، لو اللي في السيرم ستيبل. عجبها كده. يبقى ده ما هوش في السيرم وما هوش ستيبل ستوري. الفايبرنجن ده خدناه الفتره اللي فاتت بيتكون فين؟ في الليفر بتاعي بلازما، في كل جروب بيتكون فين؟ ليفر. ما عدا خد بالك بقى. فاكتور 13 دخلناه مع الليفر. فاكر وهو ان الكيكل 15 ده عن التغذيه، فده بيتعمل في الليفر ويتعمل في ليه لو عندك ذاكره. البومب البراند فاكتور ده كان بيلزق البليتلت في الكولاج، فعارف بيتعمل فين؟ شيء رهيب قوي في الاندوثيليوم. فاهم ليه؟ عشان لما الاندوثيليوم تفرقع ويطلع منها الماده اللي هو بيطلع البليتلت فين تحتيها اللي هو الكولاج. ايه دي عظمه في الخلق الالهي ده؟ يعني طول ما الانسولين سليم مش هتبان البوم بالبراند. الانسولين لما تتقطع طلع منها البوم بالبراند، راح لاد البليتلت فين؟ كولج. عشان كده بالاضافه انهم بيتعملوا بالليفر بيتعملوا بال اندوكرين. البوم فاكتور 8 ده عباره عن انسولين يا شباب، ما يشتغلوش غير لما يلتقوا بعض.
في الاحتضان على نص الحلم. ففاكتور 8 في حتة مهمة للتجرب تعمل في ديبار عادي زي دول. في حتة مهمة للتجرب الهيجن قلنا بتدعيني في الاندو فيه. امتى يشتغل فاكتور 8 ده؟ لما يلتقي فاكتور 8 في بتاع الكونجريشن مع البوم غريب فريم فاكتور بروتروندين جروب تسجل في الخبر بروتروندين جروب بتبني جنبيه وساعد ده ما يصنعش الجنب لو يشمل بروتروندين 7 و 9 و 10 مين فاكر مين الكرينيا الالكترونيكس؟ كان رقمه مين؟ 3 7 9 10. انا حاططها كده البروتوندين جروب بدل ما اقول 3 اقول بروتوندين 7 9 10 بدل 3 7 9 10 بروتوندين 7 9 10 ادي البروتوندين جروب. كل حاجه ليها فانكشن افتكرها من الكرينيا الالكترونيكس. بروتوندين 3 7 10 برضه البروتوندين خدناه في الحته اللي فاتت بيتعمل في ايران. خد بالك بقى مين الايون المهم للتجلط؟ الكالسيوم. من الفيتامين اللي مهم للتجلط فيتامين كي. عشان كده كده سؤال مهم جدا. ليه فيتامين كي مهم للتجلط؟ لان صناعه البروتروندين جروب تحتاج فيتامين كي. يبقى فيتامين كي نيدد فور ذا فورميشن اوف بروتروندين جروب. هل ده بيساعد في عمل الجنطه؟ لكن ما بيدخلش في الجنطه. لما تشيل الجنطه ما زال موجود في السيرم. قلنا ان السيرم بيبقى ستيبل اون ستورج. ستيبل اون ستورج. اخر واحد اللي هو كونتاكت جروب ده سهل قوي اللي هو يحب التنزيل اللي هو 11 و 12 سوري. قالوا ان احنا مش هنبقى اكتيفيتد غير لو شفنا ايه؟ بولجن. عشان كده سموه كونتاكت جروب ده تريت. لما نشوف بولجن يبدا فيها ونأكد. فاكر بيت ابتدى يشوف بولجن وبقت 11 و12 زيها. لما نشوف بولجن بالظبط اي حاجه بتنزل في الكونسيشن بتبقى ايه؟ تقعد تنساها. يبقى 12 و12 اسمهم كونتاكت جروب. ودول برضه مش في السيرم. تبقى دي ساعه. السيرم لما بتخش عامل الدور هيبقى ستيبل اون ستورج. يبقى تاني ثلاثه جروب الفايبرينجن هو الجو. انما البروتروبين والكونتاكت بيساعدها في عمل الجو. فبقيت موجودين في السيرم ستيبل اون ستورج. طيب مين اللي سبيشال فاكتور فور ذا انترنسك باثوي؟ مين اللي سبيشال فاكتور فور ذا انترنسك باثوي؟ سبعة. طيب في اخر حاجه نحفظها في ماده بتمنع التجلط اسمها انتي ترومبل 3. اسم مش على مسمى. بقول لك انتي ترومبل ده اللي فيها ضد ايه؟ مالهاش اي علاقه بالصوت. بس اسم غلط كناش فاهمين زمان. كنا فاكرين هتمنع التجلط ضد الصوت. مالهاش اي علاقه بالصوت. هي بتوقف 4 فاكتور حتى ورا بعض 9 10 11 12. تبتدي 9 بالخير 9 10 11 12. والماده دي فاسيليتيتد بالهيبارين. ازاي الهيبارين بيمنع التجلط؟ انه بيأكتيفيت الانتي بروبلم 3. اقوله تاني بقى فاسيليتيتد عن سهل سهل. فايبريجن جروب هنحفظها ازاي يا شباب؟ فايبريجن 5 زائد 8 تساوي تعرف الصفحه دي عاملها يا عبد الله ايه؟ لما اعطيها كل الارقام اللي في الكوانتيشن اللي لو قريتها من مصوره عمرك ما هتجاوب سؤالي. لو شفتهم كلهم في صفحه واحده عمرك ما هتلخبطوا. يبقى الفايبرنجن جروب فايبرنجن 5 زائد 8 زائد 12 ده اللي يصنع الجو. يبقى مش في السيرم. يبقى مش ستيبل ستورج. ويجيب بالانفلاميشن والهرمون المساوي. في تو جروب يساعدوا ولا يدخلها بروتروندين جروب. انا 7 9 10 لو قلت لهم يبقى تقول بروتروندين 7 9 10 بروتروندين 7 9 10 وده اهميته ان هو ده محتاج فيتامين كي. ده مهم جدا السؤال اللي شافه ده يساعد يبقى موجود في السيرم وستيبل ريستور. وان بص كونتاكت جروب اي حاجه تلزق فيه كل اللي ينزلها اللي هو 10 12 و12 لما يجيبوا كل جنس يبقوا كونتاكت مع كل جنس يبقوا اكتيفيت. وده برضه يساعد ولا يدخل يبقى موجود في السيرم وستيبل ستورج. مين السبيسيفيك فاكتور فور ذا انترنسك باثوي؟ 7 سبيسيفيك فاكتور فور انترنسك باثوي 2 قبل 10 2 بعد 10 8 9 11 12. الهيبرين ازاي بيمنع التجاوز؟ بينشط الانتي بروبلم 3 اللي ملوش اي علاقه بالصوت بس ورا بعض. تيجي 9 بالخير 9 10 11 12 هنا بقى ورا بعض 9 10 12 12. اشوف بقى مين عنده ذاكره الارقام هتبص ونخش هتبص.
فايبرنج 2 فايبرنج 5 8 14 بروتونج جروب بروتونج 7 9 10 ولا 7 9 10 بروتونج 7 9 10 فانتك جروب 11 12 مين اللي سبيسيفيك فاكتور فور ذا اكسبرنس باثوي الاربعه بتوع الانترنس 8 و 9 11 12 الأسي ترامبل والهيبا بيمنعوا عمل مين وعشان يمنعوا بهالو تفعش على الأخر أصعب الحزة السبلان هو النمت الوقت مشتاقه مختلف تماما وعينة الفاكتور